الآثار الجديدة على الضفة الثانية من النيل، مين يحب يروح في الدفعة الأولى؟ أنا هروح وياهم، تدعي إن أنت كده. طيب اتفضلوا ارتاحوا في الاستراحة بتاعت مصلحة الآثار. شايف يا أبلة كنا هننساه. البرتقال. كازوز. دايما سرحانة، مالي؟ مفيش حاجة يا طبعا. طيب خدي البرتقال بتاعك، أمال إحنا جايين نغير هوا ليه؟ لا، أنت مش عجباني أبدا اليومين دول. اسمع من فضلك. يا فندم. في عندكم مصاصة؟ مصاصة؟ شفاطة، شفاطة. أشوف يا فندم. تفضل يشرب حاجة؟ أه؟ قهوة بني تقيل سكر خفيف. يا ده أنت بقيت عصبي قوي. استنى يا فندم. بني تقيل إيه؟ هات له عصير برتقال، حاجة كده تكون مغذية. لا متشكر يا فندم، أنا عاوز قهوة. تاخد انت حاجة؟ لا ولا حاجة، متشكر. ازيك يا نجم؟ ازيك انت وازاي اولادك؟ زي العفاريت. يا رب انا ما كنتش مصدق انك هتيجي النهارده. ليه؟ ليه؟ وبتسألني ليه؟ انت يا راجل حد بيشوفك؟ انت عضو في النادي بالاسم بس. اعمل ايه يا سليمان؟ بشاغل الدنيا. بشاغل ايه؟ ده انت بطولك. امال لما تتجوز هتعمل ايه؟ اتجوز؟ اللي ما عملتها انا في سن ال 20 هعملها دلوقتي. انت خايف من الجواز ليه؟ انت دلوقتي كاتب معروف ومؤلف كبير وايرادك كويس. مش المسؤولية المادية اللي مخوفاني، المسؤولية المعنوية. قصدك ايه؟ ما تقدرش تسعد مراتك؟ أنا خايف العكس. أنا رأيي دايماً إن الست ما تقدرش تسعد غير أول راجل في حياتها. أول راجل في حياتها؟ طب افرض كده. طب وهي فين البنت اللي أكون أنا أول راجل في حياتها صحيح؟ يا شيخ حرام عليك، البنات الكويسة كتير. أنا معاك، لكن الاختلاط اللي موجود دلوقتي بيخلي البنت تعرف أكتر من راجل. تعرفهم ازاي يعني؟ يمكن تكون صداقة بريئة زي ما بيقولوا صحيح، لكن كل شاب من دول ضروري في حاجة بتعجبها. من هنا بتتكون عند البنت عقد. لما تيجي تتجوز بقى يا حبيبي كل العقد دي بتتكركب على دماغ جوزها المسكين. تتكركب ازاي؟ ايوه اقول لك ازاي. تبقى عاوزة كل الصفات الجميلة اللي شافتها في الشبان دول كلهم في جوزها. اشرب قهوتك يا شيخ. البنات عندنا في النادي زي الرجالة تمام. ما تبقى تيجي النادي عشان نشوف. لا كله إلا النادي، ده النادي ده عاوز له براي. طيب على كيفك، عن إذنك، أتمنى في الرحلات اللي زي دي أبقى عامل زيهم العروسة تمام. مبسوطين يا أولاد؟ مبسوطة؟ هو أنا لسه شفت حاجة. يعني قصدي مبسوطة من الجو؟ والله النهاردة حر قوي، لكن البركة فيك بقى. يعني إيه؟ هتحضر هنا كمان؟ هنا كمان؟ شوفي يا أختي الراجل، هو إحنا بنهضر في حتة تانية؟ هو أنا مشتغل على عمري عشان أهزر معاكي؟ غلبك النبادي يا طاهر. الله الله الله، أنتوا بتشجعوها ولا إيه يا أولاد؟ لا، إحنا هنا مش في النادي، إحنا في ناس قاعدين معانا لأول مرة. إيه؟ أنتوا معتبريني غريب؟ أبداً أبداً، مش عارف أنت. أصل الست تحب الضحك كتير، واخدة عليا أهو. أنت اللي بتاخد بسرعة على جنس البشر، مستأنس يا أستاذ. خدتي طارق؟ استريحتي؟ اصبروا بقى لما أعرفكم ببعض. حضرته ضيفنا الكاتب المعروف مجدي عبد الحميد. حضرتها يا سيدي ست ذكية هانم، بطلة في المصارعة اليابانية.
أن الملك زوسر من الملوك القدماء الذين كانوا يهتمون جدا بإنشاء المعابد. علمت نفسي. شاطر قوي. ده ناي مش كده؟ ايوه. اشتريته منين؟ انا اللي عامله. حته بص من جنب الترعه ومخرمه. وريني كده. انت كمان زهقت من الشرح؟ لا ابدا.
الجزمة ضيقة عليا خالص وما قدرتش امشي معاهم. سمعته وهو بيصفر؟ ايوه سمعته من بعيد. تصور هو اللي عامله على ايده. وريني كده. انت اللي عامل ده صحيح؟ ايوه. تبيعه يا عم؟ بكام؟ اديلك جنيه. كتر خيرك. كده؟ طيب خد. حلال عليك يا عم. اتفضل. اعمل لك 100 واحد بكره؟ لا متشكر كتر خيرك. تعرف تضرب عليه؟ ابدا. امال اشتريته ليه؟ والله حبيت اساعده من غير ما اشعره ان انا بحسن اليه. وحاجه تانية حبيت احتفظ بذكرى لطيفه للرحله دي. الله. امال هما راحوا فين؟ هما مش باينين صحيح لكن مؤكد هيجوا من الطريق ده. الجزمه دي عكمنت عليا خالص النهارده. يعني تعبت نفسي وجيت على قله فايده. انا خايف اكون ضايقتك. لا ابدا. مش احسن عما كنت اقعد استناهم لوحدي؟ تعرف ان منظر الشمس جميل جدا. انا مش عارفه ليه يعجبني منظر الغروب اكتر من الشروق. الشروق جميل برضه، في امل وفرحه بحاجه جديده، انما الغروب بياخدني اكتر، مش عارفه ليه. انا معاكي، الغروب فيه جمال، جمال هيستخبى، فيه خوف من الحرمان، وعشان كده منظره بيأثر على النفس. ربما يكون تحليلك صحيح. الغريبة أنا شفت الشمس وهي بتغرب ورا جبال لبنان، وكان منظرها بديع جدا، لكن مش عارف ليه متهيألي إن النهارده أجمل منظر شفته في حياتي. أحسن من لبنان؟ مش معقول. لازم رحت في الشتاء. اسمعي بقى، يا إما أنت ذكية جدا، يا إما أنا في منتهى الغباوة. أنا مش فاهمة قصدي. يبقى أنا اللي غلط، لأني في منتهى السعادة. ويسعدني أكتر لو يكون عندك نفس الرغبة. رغبة إيه؟ إننا نتقابل تاني. أنا إذن. يعني كانت رحلة لطيفة. أوي أوي. وقابلنا واحد مؤلف هناك. مؤلف اسمه ايه؟ اسمه والله مش فاكره. حسني انسي. اسمه ايه يا سميح؟ مش فاكره طبعا. مش فاكره ازاي قبل اللي كان بيتكلم عن ال عن ايه؟ مش فاكره يا بابا. المؤلفين دلوقتي كتير. تعال شيل يا بابا. ما كلتش حاجه يا بابا، وما مشيتش ابدا على تعليمات الدكتور. دكتور ايه يا بنتي الشافي؟ والله لا تقولي لي حقن ولا فيتامينات، انا مش ناقصني الا فيتامين واحد بس، فيتامين ح خ. ح خ؟ يبقى ايه ده بقى؟ حسن الختام يا زكيه. ما تقولش كده يا بابا. خليها على الله، انا داخل استريح بقى يا ولاد. والله العظيم. لا حصل اللي مكتوب لك تقولي عليه ده. اه. ده شيطانه قوي. الله. اهلا 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 اهلا. ايه المفاجاه اللذيذه دي؟ تصدق ان انا ما كنتش مصدق ابدا انك هتبني وعدك بالسرعه دي؟ والله انا قلت يا زول. اهلا وسهلا، دول اعضاء هيفرحوا قوي. تعالى 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 تعالى. المؤلف المعروف الاستاذ مجدي عبد الحميد. اهلا وسهلا. زكي بوزاره الزراعه. اسعد مهندس. الانسه سعاد. ايه مالك؟ بتدور على حاجة؟ لا ابدا ولا حاجة. اتفضل اتفضل اتفضل. ادفع. التليفون ده علشاني؟ لا يا فندم، ده علشان الأنسة سميحة. اه هي في أوضة البينج بونج، رايح لها يا فندم. أستاذ مجدي. أفندم. عايز أسألك سؤال. تسمح؟ أسمح؟ وأنت من إمتى بتاخدي إذن في الأسئلة؟ لا تسمح مكان. آه. أنا أصلي كتبت ثلاث أربع قصص. ومحدش قراهم غير انا بس. يا سلام على النجاح العظيم. يا سلام. الله. مش استنى يا استاذ. ايوه لكن فين هو السؤال اللي خدتي علشانه مطرحي؟ اه قصص الحب اصلا لازم تكون واقعيه، حصلت فعلا ولا تبقى بايخه، مش كده؟ والله عاده القصه الواقعيه بيكون تاثيرها اقوى على النفس. والثلاث اربع قصص اللي كتبتيهم يا ست سعاد حصلوا فعلا؟ انا ما حبيتش في حياتي ابدا غير أربع مرات بس.
الله مش مصدق؟ لا ما صدقش ازاي، بسيطة بتحصل في أحسن العائلات. إيه رأيك في الحب يا أستاذ؟ الحب يا أنسة، الحب. مساء الخير. ازيك يا سعاد؟ مش وحشة أوي. مين؟ أنت ولا صحتك؟ اللي تحسبه بقى. ما خدتش بالها منك. دي في دنيا تانية. اسمحوا لي. اتفضل. أهلا أهلا عيشة سعاد. اسمح. أنت كمان عندك سؤال؟ اتفضل. لا دي لسه صغيرة. مساء الخير. مساء الخير. كل حتة يقعد فيها الأستاذ لازم يسأله. مش عرفك إن إحنا كنا بنسأله؟ أمال مش أخت سميحة النبهة اللي ما فيش منها؟ طب كنا بنسأله عن إيه؟ أنا لسه صغيرة، ما أقدرش أقول. أنا رايحة على فين؟ والجراموفون اتصلح؟ أوه من زمان. إيه؟ بتقولي إيه؟ مش سامعة. أيوه أيوه، وبعدين؟ ما افتكرش إنه رجع مصر. طب أنا جاية لك إن شاء الله. اسمعي، أنت بتكلميني منين؟ طبيعي يكون حد واقف جنبك وانت بتقولي لي الكلام ده. لا يا سميحه هانم، هو انا عبيطه؟ الهي ينجيك يا بنتي من اللي انت فيه ويجازيك على قد قلبك الطيب. سعيده يا حبيبتي. كويس. اهلا اهلا اهلا. ها مرنت كويس؟ مش بطال. لا 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 لا، احنا مش عاوزين البطوله تفلت منا السنه دي. وانت يا ست سعاد مرنتي ولا لا؟ ما تخافش عليا، اتمرنت الصبح. مين اللي دور الاسطوانه دي؟ لازم انت يا سعاد. ابدا، اختك اللي دورتك. انا في الحقيقه ما اقدرش اسمع الطنجو ده من غير مرنه. وانا كمان. تسمع. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله، مش حضرتك الاستاذ اللي كنت معانا في الرحله؟ ايوه فن. هو الاستاذ مجدي حد ينساه ابدا؟ زي نسي دي اوهام. انا مش معرفتهم ببعض. مسمار موحى. مسمار استاذ. ازيك يا استاذ سوسو؟ سوسو ايه سخطه مكسوس لما ينخر عظمك. ايه الاسوء دي؟ ايه ده؟ تعرفي ترقصي؟ طبعا، ده انا بحب الرقص قوي. ليه الاستاذ ما يعرفش يرقص؟ والله اتعلمته من باب العلم بالشيء، لكن ما بحبش ارقص. ليه ما تحبش الرقص؟ ما اعرفش، لكن بيتهيألي الراجل اللي يتهز على المزيكا ما بيحترمش رجولته، وكذلك الست. لا ده انت بتبالغ قوي يا استاذ، ده العرب نفسهم كانوا بيرقصوا بالسيف، وافتكر مفيش رجوله اكتر من الرجال في العرب. تفتكر الست اللي ترقص مع غير جوزها او خطيبها بتحترم انوثتها؟ انا شخصيا بنسى انوثتي قبل ما ارقص. ايوه، لكن الراجل اللي بيرقص معاكي ما بنساهاش. ليه الاستاذ ما رقصت ابدا؟ والله انا محتفظ باول رقصه ليا مع شريكة حياتي. فكرة لطيفة قوي. السوينج يا أستاذ، السوينج. كفاية بقى، أنا تعبت وأنا حسيت كتير. يخص عليك يا ريري، يخص عليك، يخص عليك أرقص. هي موتة ولا أكتر؟ تعال. ليش الليلة دي؟ لا ابدا، لكن ليه؟ مجرد طلب. طلب ولا سؤال؟ يعني حضرتك مش عايزني ارقص ليه برضه؟ والله ما اعرفش، انا متاسف. على كل حال ما اعرفش انا طلبت منك كده ليه؟ اعتبر ان انا ما طلبتش حاجة. انا مش فاهمة قصدك ايه. معلش خلاص خلاص. قول لي عاوز كنت تقول ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي خلاني اهتميت بيكي بالشكل. بيتهيألي إني بعرفك من سنين. أنا عادة ما أحبش أتدخل في حياة الناس، لكن لكن إيه؟ بيتهيألي لما قلت لك ما ترقصيش الليلة دي إن حياتك تهمني. متشكرة أوي.
بس الرقص ده مجرد سبور، وانا زي ما قلت لك بنسى انوثتي وانا برقص. وزي ما قلت لك ان الراجل لا يمكن ينسى انوثه بنت حلوه بترقص معاه او حتى بتتكلم معاه. قالوا ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. يعني في شيطان دلوقتي موجود هنا؟ بالعكس، الشيطان ملوش محل بينا ابدا، لاني بعتبرك ملاك مش مجرد امراه. ميرسي قوي، انت لطيف خالص. موحى اصله عايز يرقص معايا. انا متاسف قوي اذا كنت ضايقك. لا ابدا، اصلي محبش الرقصات دي، قلت له يدور لي تانجو. اهو يا ست، اتفضل. انك ما انتش جايه، دخلت نمت. وده معقول اني ما اجيش؟ انا تعبت قوي على بال ما قدرت ابقى لوحدي علشان اجي. شوفي كده الصوره دي، هو اللي كان ماشي وراكي. شوف ده بقى محققش. خلي الصوره دي معاكي عبال ما ارجع من اسكندريه. وراجع امتى ان شاء الله؟ بعد بكره. طب مش ترتاحي شويه؟ لا معلش، لازم انام بدري عشان السفره الساعه 7، وما قلتش لبابا اني هتأخر. مع السلامة. الله يخليك. وبعدين بقى ايه يا ستي؟ لقيت لك الأستاذ بسلامته سايب لك جنيه وأكل السمك كله ما خلاش حتى الشوك. ألف هنا وشفا، لازم عجبه يا شاكر. عيب، وفي حاجة تعمليها شلبية تطلع وحشة؟ ميرسي. الله، فين الورق؟ سلامة الشوف، ما هو قدامك اهو. اكمل لك. اما حتة قصة يا شلبية، قعدت امبارح بالليل اقلب فيها طول الليل. انا قلت على ايه؟ على المشنقة. اهي اسمع، وخرجت تتمخطر بشبشبها الجميل، وكل من يشوفها يقول يا باشا. قديمة. ايه القديمة؟ خلقتك. روح يا اخويا، انا وانا طبق بالقلب الدماغ. ادي عيب الست المصريه، دايما تقتل المواهب وتدفن العبقريه. عبقريه يا اخي، جت عقربه لما تلزعها. روح صح الاستاذ، قول له الفطور جاهز. يلا. خساره كبيره جدا. خسارتي انا. استاذ مجدي. استاذ مجدي.
استاذ مجدي. استاذ مجدي. شاكر في حد كان بيكلم دلوقتي؟ الآنسة ما خدت هانم. ما خدت، انت بتقول ايه؟ يظهر ان حضرتك كنت بتحلم حلم لذيذ جدا. انا قلت حاجة يا شاكر؟ كنت بتوشوش المخد. الله يجازيك. قول لي يا شاكر، شلبية جت؟ اوه، من الصبح وحضرت الفطار. طب يلا الحقنا احسن ميت من الجوع. يلا يلا. الا قول لي يا استاذ، في ذمتك السمك عجبك ولا لا؟ سمك؟ والله لغاية دلوقتي ما قابلتش ولا رب. ازاي؟ عشان اسألهم عن رأيهم في السمك وطعمه. يا استاذ حضرتك سبت باب البلكونه مفتوح فالقطط دخلت لهفت السمك. يا خبر، الحمد لله اللي ملاها في الجنيه. طب يلا افتح البلكونه وهو الاوضه، بس هو الورق اللي انا تعبان فيه طول الليل ده فيه. يا استاذ هو حضرتك اللي نزلت الصور ده هي؟ ايوه، حالة غيرها مالكش دعوه. لكن حضرتك كنت معجب قوي بالصوره ده هي. سيدي غيرت رايي. يلا افتح البلكونه وهو الاوضه. يلا. تأكدت الآن من أني أحبها، أنني لم أتحمل رؤيتها ترقص مع رجل آخر، ولو أنه يبدو كأنه لا شيء في حياتها، ولكن ما الذي جذبني إليها؟ أيوة صحيح، إيه اللي جذبه إليها؟ إنما جذبني إليها هو ثقتي من أن قلبها لا زال بكرا لم يعرف الهوى، بالرغم من اختلاطها وصداقتها للكثيرين. لقد غيرت رأيي في المرأة، أصبحت أكره النظر إلى صورة ذلك الصعبان، إن منظره ولا شك منفر. صحيح، منفر. شاكر، هات الفطور هنا وحاجة. حاضر، بس لما اخد الصور دي معايا بالمرة. لا يا استاذ. التعبان ده صحيح منظره منفر. شاكر، انت قريت المذكرات دي؟ مين انا؟ لا 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 ابدا، انا افتكرت انها قصة، ما كنتش فاكر انها على حضرتك انا. مفيش فايدة تبطل العادة بتاعك القديمة. طب اجري، هات الفطور وتعالى عشان عاوزك. وانا كمان عاوز. طب يلا. فين اللبن؟ عندك في الثلاجة. شايلين. اتفضل. شلبي. الا قولي لي، انا زال قلبك بكرا؟ ايه بكرا؟ هي حصلت للدرجه دي؟ فين انت بتتيه يا اخوان؟ الحقوني بنت بزيد. ايه ده؟ انا هموتك. انا هموتك. مراتك ما ربتكش. انا هشتكيك لزيد. اوعى عليا. اوعى عليا. بس صواميل عقلها ملخلخه. تصور يا استاذ بسالها اما زال قلبك بكرا، افتكرتها انا. ولازم تقولها لها بالنحو يا اخي. بالنحوي؟ هو ده كان بالنحوي؟ لا مؤاخذه، انا افتكرتها. طب معلش بقى. حقك عليا يا سيده الفضله، متاسف. طب ولما لعبت لي حبك على الباب؟ كان بالنحو برضه. كده؟ طب انا متاسف، لا مؤاخذه. يا شكل انت مش هتبطل تعكسها يا اخي بقى ولا ايه؟ اصل يا استاذ انا مفهمها اني متجوز. متجوز؟ وليه فهمتها كده؟ عشان حضرتك كتبت مرة إن العقبات تغري الإنسان على الحب. أيوه يا أخي، بس مش دايما في كل مرة. ها يا أستاذ، وعاوزني بقى في حاجة مهمة؟ أيوه شاكر، والله أنا كنت عاوز أكلمك عن واحدة شفتها أنت شخصيا. هي مين؟ سميحة، اللي كانت معانا في الرحلة. عرفت تختار يا أستاذ، يا سلام على نباهتي. أنا برضو قلت كده، مش السمينة اللي لابسة برنيطة وقلبها ريشة؟ يا سلام على نباهتك، إلهي سد نفسك بجاه النبي. لا مش هي، بنت اخوها. انا فكرت اني اخطبها،
انا اصلا مش من انصار المقدمات الطويله قبل الجواز. الجواز؟ هي حصلت الجواز؟ اسمع يا شاكر، الحد سأل عني انا في النادي. طبعا. طبعا ليه بقى؟ امر على الدياري دياري ليلى. وبعدين معاك انت حزنني من دلوقتي، يا ريتني ما قلت لك. لا ما انت قلتها وخلاص يا استاذ، كلنا لها. مع السلامه يا استاذ. بقى الحد سأل عنك اقول ايه؟ في النادي طبعا. طبعا طبعا طبعا. يلا بإذن الله هننغلب. زي بعض. أما أنا معايا حتة حاجة في الشنطة يا سميحة، لكن هتعجبك أوي. يا ترى إيه؟ بائعة السعادة. وبائعة السعادة دي تطلع إيه؟ قصة الأستاذ نبي استلفتها من أختك عيشة. الله، ما بترديش ليه؟ هقول لك إيه؟ هو أنا قريتها. موضوعها إيه؟ دي بنتي بتحب واحد لكن بتغلط نفسها. ازاي؟ بتوهم نفسها انها مش بتاعه حب، لكن اذا ايدها لمست ايده او قعدت جنبه او كلمها تبقى مش عايزه تقوم ابدا. وبتوهم نفسها ليه؟ ما اقدرش احكيها لك، لازم تقريها بنفسك. انا قريتها في القطر وهقراها تاني وثالث ورابع. دي بديعه، بديعه جدا يا سميحه، فيها تحليل في منتهى العمق. هو باين عليه متعمق وروحه حاجة تانية، مش زي كل الناس اللي شفتها. ليه؟ هو مش كده؟ غريبة، دي أول مرة أسمعك تتكلمي عن واحد بالشكل ده. مسكين، عندك بواد الحمى. حمى؟ ليه؟ أيوة، حمى قلبية مجدية. يا شيخ، الغريبة يا سميحة أنت بتخدعي نفسك. أبدا والله يا نادية. آه لو تعرفي. يا ريت أقدر أحب. هو الحب ده عايز قدرة؟ ده عايز عجز؟ عايش طول عمري بالشكل ده. أحيانا أبقى زي اللي هيموت من العطش وقدامه المية، لكن إيديا بتحسس. الله، إيه حكايتك بالظبط؟ وليه الدموع دي كلها؟ بتعيطي ليه؟ سميحة مش كده أمال؟ خليكي عقلة، أنت اتجننتي، الناس جنبينا يقولوا إيه بس؟ أنا بتأسف، أنت قصدك مش عارفة، مش عارفة حاجة. قولي لي ما تسألينيش أرجوكي، بعدين أقول لك على كل حاجة. أنت لازم في حاجة خطيرة جدا مخبيها عني، قولي لي يمكن أقدر أساعدك. يا ريت، ده مفيش حد أبدا يقدر يساعدني غير ربنا. وبطريقة واحدة بس، إنه ياخدني من الدنيا دي. أما حاجة مدهشة أنت هتجننيني. أنا نفسي بستغرب، إشمعنى دلوقتي حالية الدنيا في عينيا وصعبان علي حالي. يلا يلا بينا. باين على عيني إني كنت بعيط. بالعكس، عينيكي حلوة. بيقولوا ما يحليش العيون إلا الحزن المدفون. معلش، ربنا موجود وكل شيء له نهاية. يلا بينا. مالك يا قبل؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. يا قبل كان بتعيط؟ لا أبدا يا عيشة، تعالي. من فضلك. أيوه. الأستاذ سليمان موجود؟ موجود في اوضته يا فندم. اصل النهارده متضايق شويه. متضايق ليه؟ اصل النادي طلع ترتيبه الرابع في البينج بونج. كده بقى؟ الاستاذ سليمان زعلان زعل، وست ناديه ما جاتش، وسميحه هانم قاعده لوحدها ومحدش قادر يكلمها. طب متشكر قوي. لا راهن ان في مشكله في حياتك. استاذ مجدي. حاضر. اتفضل. اسمحي لي بالورقه اللي في ايدك دي. ما فيهاش حاجه، اصل احيانا لما بكون متضايقه بسالي نفسي حاجات كده ملهاش معنى. ياه، دي فيها معاني كتير قوي. ازاي؟
أولا أنت ليكي مبادئ في الحياة وصريحة، بس في مشكلة محيراكي، مشكلة جامدة جدا. وعرفت إزاي؟ الخطوط المستقيمة اللي رسماها دي استقامتها تبين مبادئك، والزوايا الحادة اللي في جهات كتير دي تبين حالتك. مدهش. وإيه كمان؟ عواطف كتير شغلاكي، وفي شيء بتكرهيه جدا، الخط التقيل ده متهيألي رسمتيه بعصبية وغيظ. لا ده انت هتخوفني. ايه قلت حاجة مظبوطة؟ انت في منتهى الذكاء. لا انا معاكي، ذكائي بحطه على الرف. ازاي؟ ده تعبيرك انت اللي قلتهولي في الرحلة. انا مش فاكرة قلته على ايه. سميحة، يضايقك لو نادتك باسمك بس؟ لا ابدا. انا هقولك على حاجة في منتهى الغرابة، بس ارجوك توعديني اذا مصدقتهاش تنسيها. اوعدك. ايه هي؟ تصدقي يا سميحة ان انا بحبك فعلا. قصدك تقول انك بتستلطفني؟ بحبك. انا فاهم انا بقول ايه. اصل مش معقول دي تاني او تالت مرة نشوف بعض فيها. انا ما اعتقدش ان الحب يجي مع الزمن. مش هجوز تقعدي مع ابن عمك 10 سنين في بيت واحد وما تحبهوش اكتر من اخ. يصح انك تقابلي انسان مرة واحدة بس ويتهيألك انك تعرفيه من سنين، او ان ده الانسان اللي كان لازم تعرفيه من سنين، وان الحياة من غيره تعتبر ناقصة. ربما ده بيحصل، لكن انا ما حسيتش بالاحساس ده. انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم عن نفسي انا. يمكن اكون تسرعت. على كل حال انسي خالص كل اللي قلته. متأسف لو كنت ضايقتك. لا ابدا، بس ما تتكلمش بصوت واطي كده. عندك حق، المكان ده مش مناسب ابدا. اسمعي تعالي ناخد شاي في اي محل تاني. يا خبر، وطي صوتك شويه. محلك فين؟ ما توشوشتيش، علي صوتك حبه. طب اسمعي، في محل في شارع الهرم اسمه ركن السعاده، نتقابل بكره الساعه 6. طيب. ركن السعاده عارفه؟ ادور عليه. انا هعيش لغايه بكره عشان الميعاد ده بس. عن اذنك. وانا من الساعة 4 في النادي. مش معقول. والله من الساعة 4 في النادي. ايه اللي معاكي ده؟ قصة الاستاذ مجدي؟ طب اقعدي بس قبل ما تسألي عليه. اقعدي. الظاهر اني هكون بطلة قصة جديدة له. ازاي؟ هحكي لك. تطورات خطيرة. وحياتك ايه هي؟ كنت قاعدة لوحدي في النادي. وبعدين قالت لك ايه؟ هتقابلني بكرة الساعة 6 في ركن السعادة. يا سلام يا شاكر، أنا يظهر ربنا بيحبك. طول عمري كنت أدور على البنت اللي أكون أنا أول راجل في حياتها، لدرجة إني كنت عاوز أتجوز من الريف. عارف مش اللي كانت خطبتها لك والدتك؟ لا 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 لا، والدتي عارفة رأيي ده. أنا مش ممكن. صحيح في طهر وعفاف الريف، لكن مش معقول حد يفهمني. إيه، ربنا يوفقك يا أستاذ. لو سميحة تحبني صحيح،
اسمع يا شاكر، لو سميحة تحبيني صحيح أكون أسعد إنسان في الوجود. تصور إن أنا حطير من الفرح لمجرد أمل إنها هتقابلني بكرة. أنا متهيألي الدنيا كلها بترقص وتغني، بترقص وتغني يا شاكر. هذا غريب، يخيل إلي أنها تحبني كما أحبها مع أنها لم تأتي في الموعد. إن في حياتها سرا ولا شك، ولكن هل تشعر بعذابي؟ وهل تعلم أنني لم أذق النوم؟ عاوز سلامتك يا بنتي، عمتك خرجت ورجع اوان. طب احنا رايحين النادي وهنفوت على الكوافير في السكة يا بابا. طيب بس ما تغيبوش. حاضر يا بابا. سميحة. نعم يا بابا. انا عاوزك. طب روحي يا عيشة قولي اللص تعالي حضر العربية. حاضر. تعالي يا بنتي.
أنا شايفك الأيام دي إيه؟ في حاجة؟ لا أبداً، مفيش حاجة يا بابا. أنت مستعجلة؟ لا. طيب اقعدي. أنا من زمان عاوز أكلمك، ولو إن الكلام اللي حولهولك متأخر، أنا عارف. كنت متكل على المرحومة والدتك إنها تشوفكم وتتصل بيكم عن قرب. قصدي يعني لازم يكون فيه نوع من الصداقة بين الوالدين وأبنائهم. أيوة يا بابا. أنا عارف إنك بتحبيني، لكن مش ممكن هتقولي لي كل حاجة في حياتك لو كانت والدتك موجودة. ما تتضايقيش، أنا مش عارف، عندي شعور غريب ليه بإنك متضايقة. حلمت حلم، لكن مش وقته. اسمعي يا سميحة. أفندم يا بابا. أنا هقولك حاجة يمكن تقولي دي من آراء أهل زمان، لكن هتنفعك. أنا كنت بطالع دلوقتي في الكتاب ده، ده لفيلسوف قديم اسمه الغزالي، يمكن الجيل بتاعكم ما سمعش عنه حاجة. بيقول إن الدنيا أحياناً تضيق في وجه الإنسان، ويبص حواليه ما يلقاش غير عذاب وجحيم، ولكن يصح إنه يلقى في الجحيم ده نافذة على الجنة، والنافذة دي هي الإيمان بالله، وبأنه سبحانه وتعالى قادر على إسعاد أي إنسان سليم النية يحب السعادة للناس زي ما يحبها لنفسه. حتى ولو كان الإنسان ده غلط في حياته يا بابا؟ حتى ولو غلط، ربنا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيوة يا بابا. وقال كمان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تتصورش قد إيه أنت ريحتني يا بابا. ما كنتش أبدا أفتكر إن في الدنيا نافذة تطل على الجنة، لكن ربنا قادر على كل حاجة. ربنا يهديك ويسعدك يا بنتي. اسمح لي يا بابا. مع السلامة، في حفظ الله. عيشة ما تبصيش وراكي، اقعدي زي ما انت. الله، خدتيني قبل، في ايه؟ اهلا بالعبقرية. الوظفة دي كلها يا اخويا. اقعد اقعد اقعد. اهلا. اسمحي، ما تعمليش ان احنا شفنا الاستاذ مجدي. لكن هو مؤكد شافكي قبل. مش مهم. هلو 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 هلو. تسمحوا لي بالاستاذ نص دقيقة بس؟ دقيقة ونص يا سيدي. افندم، عايزة اقول لك حاجة. اتفضلي. ما اقدرش اقولها هنا. تعال. الو ميحة، الو شوشو، اتفضل. انا عاوزة منك نص ساعة. انا تحت امرك يا فندم. بس مش هنا. امال فين؟ انت مش رايح رحلة القناطر مع النادي؟ كلنا رايحين. كده يبقى لازم اروح. عاوزة اقرا لك قصة عملتها. حاكم انا من صغري احب القصص قوي، بس زي ما انت عارف ما احبش اوريها لحد. ويمكن تطلع كويس. يمكن تعجبك كمان. انا مش عارفه ليه قبل ما بستخفش دم سعادتي. لا دي بنت لطيفه، بس على رايي دمها مش خفيف قوي. انت ما تتصورش انا خياليه ازاي. خياليه قوي. دودو اهلا يا اخي، انت وحشني قوي. فينك من زمان؟ انا يا حبيبتي. هات لك كرسي. كرسي؟ طبعا. امال ايه؟ تعالى يا اخي. انا شوشو. ازيك يا اخي؟ وحشنا خالص من زمان. وحشني موت. انا من النادر جدا لما اشرب، انما عندي مزاج اني اشرب دلوقتي. كده انا سعيده جدا. ويسكي بالصوت. حاضر. والهنم زي الاستاذ. حاضر. الله.
بضحك لانك بتقول انك سعيده. لو عرفت ان انا ما اشربش الا اذا كنت متضايق. انا فهمت حاجه تانية. ومتضايق ليه؟ كملي كملي. انا كنت متاكد من اليوم ده حقيقي يا موحى. انهي يوم؟ عمرك ما قابلتيني بالسعاده والفرحه دي. ما تتصوريش قلبي بيحرص من الفرحه ازاي. انا خايفه يلطم بعد كده. اخسرك يا شوشو. انا عاوزه تسمح تقوم من هنا؟ اسيبكم؟ ايوه انت سيبنا ولا اسيب لك الترابيزه؟ لا يا شيرين، موح انت شنجبه مش كده، دي قسوه. قلبك لسه بيرقص؟ موح هتندم كتير. ارميه. انا عارفه هو بيعمل كده ليه، فاكر انه بيغض. اسمع وحيا فندم، قول للاستاذ مجدي ان انا عاوزاه دقيقه واحده بس. حاضر. انا عايزه افهمه انه مجرد زميل لنا بس. اما امرك عجيب يا قصر، بقى تنتهي له من هناك لغايه هنا عشان تفهميه انه مجرد زميل لك. لو كان قاعد لوحده كنت رحت انا بنفسي وفهمته، بس انا مش عايزه اوري له ان انا مهتمه بسعادتي. انا مش مهتميه بيها ابدا ابدا. ما هو باين عليكي استاذ مجدي. ايوه سميحه، انا كنت عايزه حضرتك دقيقه واحده. مفيش مانع، خليها تتفضل. حاضر. طيب ابقى اكمل لك القصه بقى في القناطر كده. سعيده بقى، مع السلامه. عارف ان في حاجة منعتك. لا، انا اللي منعت نفسي. ليه؟ كنت عاوزة افهمك حاجة بس. طب اتفضلي. ما عودش على ترابيزة فيها خمر، انا بكره الخمرة واللي بيشرب. طب اتفضلي على الترابيزة دي. انا متأسف جدا. في الحقيقة انا بقالي 5 سنين ما شربتش الخمر. وايه اللي رجعك لها تاني؟ انت. انا؟ ليه؟ ما جيتيش ليه في المعاد؟ ارجوك ما تسالنيش، اعتبرني زميله لك في النادي، مجرد صديقه. انسى العاطفه دي خالص، الصداقه البريئه اقوى واحسن بكتير من الحب. عندك حق، متشكر. لا ارجوك ما تزعلش. ولا زعل ليه؟ انا مش زعلان ابدا. يا محمود اديني واحد جازوزه. عال قوي، ووعدني انك مش هتشرب خمره تاني ابدا. لا ما خلاص بقى، خمرتين. الصداقه البريئه دي بقى عاوزه جازوزه، ينسون، قهوه ساده. متشكره قوي. العفو. استاذن بقى. مع السلامه. يمكن يكون جه في الاتوبيس اللي قام قبلنا يا قفا. ما ظنش، انا عارفه انه مش هيجي النهارده. ازاي عرفتي؟ الحمد لله انه ما جاش، احسن له. بالطريقه دي هي يقدر ينساني. الظاهر هينساكي بطريقه ثانيه يا قفا. وايه الغريب في كده؟ مش كلنا اعضاء في النادي وزملاء؟ هو لما واحد يتكلم مع واحدة يبقى لازم يكون بيحبها؟ أما أمر غريب يا عيشة. الله، وانت إيه يهمك يا أبلة إذا كان يحبها أو ما يحبهاش؟ أنا شخصيا ما يهمنيش، بس مش معقول واحد يحب واحدة امبارح ويحب غيرها النهاردة. بيقولوا الحب ما يجيش إلا مرة واحدة في العمر. دي حاجة معرفهاش أنا يا أبلة. ما تبصيش ناحيتهم كده، يفتكروا ايه؟ الاسطوانة دي فيها ايه؟ دي حتة اسمها جلدي الغيرة. عيشة انا هزعل منك. ابلة اهو خدي اقريه. صحيح، انا متأسفة مش عارفة مالي النهاردة يا عيشة.
الله، الشجرة دي شكلها شاعري قوي، غير رومانتي، بحب نقعد فيها. الله، المزيكا دي جاية منين؟ آه دي ميحة وشوشو معاهم فنوق. يلا نقعد معاه، في مانع؟ لا أبدا. هلو ميحة، هلو شوشو، هلو 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 هلو. أهلا أهلا سعاد. تعالى يا جماعة، هنضايقكم شوية. ها؟ لا أبدا. سعاد الظاهر بتحب المزيكا. أول ما لقيتكم بتدوروا الأسطوانات جت تقعد معاكم. وأنت ما بتحبش المزيكا؟ والله أحيانا ما أحبش أسمعها. إزاي؟ في بعض الأحيان الواحد يهرب من شيء بيحبه. يهرب من شيء بيحبه؟ إزاي؟ عشان ينساه. لا، عشان يحبه أكتر. أنا أموت في الفلسفة، وبعدين يا أستاذ؟ وبعدين ما يقدرش يهرب منه تاني. غيري بيجري زي الغزال. هلو شوشو. أستاذ مجد، تسمح لي يا أب؟ اتفضلي. ميرسي. عيشة، خدي بالك من الفونوغراف، أنا واصلة لغاية هناك وجاية. أنا عارفة إنك هتقول لي حاجة، وكنت متأكدة إنك هتكلمني. وأنا كنت فاهم إنك فاهمة إن أنا فاهمك. يعني أنت فاهم إني فاهمة إنك فاهمني؟ إذا كنت أنا نفسي مش فاهمة نفسي. طيب، اسمحي تنسي نفسك لحظة عشان أفهمك نفسك. إزاي؟ اتفضلي. اسمحي تسيبي ورقة الشجر المسكينة اللي في ايدي دي. مسكينة؟ ليه؟ لأنك بتعملي فيها اللي بتعمليه في قلبك. هو أنا بعمل في قلبي إيه؟ ماسكة قلبك بين إيديكي ومش حاسة إنك بتقطعيها. وبعدين هترمي الورقة وتدبل قبل أوانها. أنا خايفة ما يكون ليش قلب عشان يدبل. ده من كتر خوفك على قلبك، مش عاوزة تحسي. ابدا وحياتك، ده من كتر خوفي. كنت عاوزه تقولي؟ خفت تفهمني غلط. كنت عاوزه تقولي ايه صحيح؟ انا مش حاسه بقلبي، من كتر خوفي عليك انت. علي انا؟ انا مش عايزاك تحبني، ما تشقيش حياتك بايدك. انت ما تعرفش عني حاجه، مش يمكن طباعنا تختلف؟ مش على الرقص والاختلاط و دي حاجات ما تهمنيش. توعديني انك ما ترقصيش الا مع جوزك او خطيبك؟ اذا وعدتيني هقوم ارقص معاكي حالا ومن غير مزيكا كمان. ازاي؟ اذا سمحتي هعتبرك خطيبتي. انت لطيف قوي، بس انا مش هتجوز طول عمري. يعني بترفضيني؟ أنا متأسف، مش هضايقك بعد كده. أنت زعلت، أنت مش فاهمني، بس أقول لك إيه؟ لو كنت صريحة معايا من الأول ما كنتيش عزبتيني. قول إن مش أنا الراجل اللي كنت تتمنيه زوج ليك، مش هزعل. وحياتي، وحياتك أنت، عشان حياتي أنا ما تستاهلش إن أحلف بيها. أنا مش عارفة إزاي بقيت عزيزة عليا، مش قادرة أشوفك زعلان. أنا بقدرك وبحترمك وعاوزة أشوفك أسعد إنسان في الدنيا. يعني بتحبيني؟
ما تسميهش حب، عشان كلمة حب دي بقت رخيصة، كل واحد بيقولها. لو توعدني انك مش هتزعل مني هكون صريحة معاك اكتر من كده. اوعدك بشرفي اني مش هزعل ابدا. انت قلت انك هتكوني صريحة. انا ما كنتش مصدقة نفسي، انت قلبت حياتي، مع اني كنت فاكرة اني عايشة من غير قلب. انا مش فاهمة ليه انت حبيتني. حبيتك لانك فاكرة نفسك من غير قلب، فحبيت اكتشف معاكي ان ليكي احن قلب في الدنيا. طول عمري كنت بدور على القلب المستخبي اللي لسه ما اتعلمش الغدر ولا قسيتوش الخيانه. سامحه. نعم يا روحي. كملي سعادتنا وخلينا نعملها لهم مفاجاه ونعلن خطوبتنا دلوقتي. مجدي ارجوك. مجدي انا بيتهيألي النهارده اني اسعد واحده في الدنيا. خلينا نضحك النهارده وننبسط. انا فعلا فاجئت بمساله الخطوبه، والجواز ده مش مساله سهله. انت اعقل مني، عشان كده هديلك فرصه عشان تفكري من هنا ليوم الخميس. النهارده ايه؟ النهارده الحد، ولغايه يوم الخميس مش هنشوف بعض. ليه؟ لان كل ما قبلك ان ما سالتكيش بلساني هسالك بعدين، وهنتظر في كل لحظة الحكم اللي هتصدريه على حياتي. طيب هنتقابل فين؟ في ركن السعادة برضه، هستناك الساعة 6. حاسبي على الورق. حاسب عليها انت. انا هحبك لآخر لحظة في حياتي. مهما حصل. مهما حصل يا سميرة. عايشة نفسي. أنا رايحة فين؟ تعالي معايا.
ربنا وسهل. دي ناديه اللي دايما اكلمك عنها. اهلا ناديه هاني، ما تاخذينيش يا بنتي، لاول مره من 3 سنين سامحه هاني بتجيب حد هنا. اتفضلي. جوه. اقعدي يا ناديه. البنت دافية يا ام محمد، اقفلي الشباك. النهارده كانت بتحتص مش عارفه ليه. الله، البيانو اهو. تعرفي تعملي كده؟ محمد اديها حبايه من ده واعملي لها فنجان شاي وخليها تنام، وانا حاجه اشوفها بكره. حاضر. روحي ادي يا فتحيه. ماما زي ما انتي عارفة ماتت وكنت لسه ما كملتش 16 سنة. ايوه. وبابا زي ما انتي شايفة منطوي على نفسه، ما بيتصلش بينا ابدا ومهتم دايما باعماله. فانا بعد موت ماما حسيت اني محرومة من الحنان وان في حاجة ناقصاني في الدنيا. وبعدين كان في عند بابا سكرتير اسمه توفيق، وكان بابا دايما يثق فيه ويتكلم عنه كويس. ايوه. وكنت بشوفه اكتر من بابا نفسه، وكل حاجه كنت بطلبها منه هو. ايوه ايوه فاهم. وبعد ما حبيته بعد والدك ما وافقش؟ ابدا يا نادي، انا ما حبيتهوش ابدا. هو اللي كل ما يشوفني يقول لي كلام كان جديد عليا. انا ما كنتش احبه هو، بس ما كنتش بتضايق من كلامه، كنت لسه صغيره وما كنتش افتكر ان في الدنيا نداله واجرام بالشكل ده. وبعدين كان بابا مسافر وكنت لوحدي في البيت، وجا توفيق لاني تعبانه، كنت واخده شويه برد، قمت صعبت عليه. انا فاكره اليوم ده لحد دلوقتي، وهيفضل شبحه قدام عيني لحد ما توفيق. ده انا بردانه خالص وبترعش. حالا حدثني. استني لما افتح لك الازازه. بصي بصي كده. جلا 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 جلا. ايه؟ جلا 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 جلا. الله، دي الفيلا بتطلع لوحدها. هوب. برافو، ازاي عملتها؟ لا دي حاجه سهله قوي. الكوبايه دي نظيفه؟ اه. هوب. يلا يلا. مره واحده مره واحده بالهنا والشفا بالشفا بالشفا. غيبة وحش قوي. اشربي بقى، ما تعمليش زي العيال الصغيرين. يلا علشان تخفي. هو ده مر قوي قوي. اشربي اشربي اشربي. برافو 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 برافو. يا سلام. المر قال. طب ده اللي اوله مر اخره حلو. يلا يا اموره، يلا 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 يا ستي. لا مش عاوزه، ده مر. مر؟ مين اللي قال له مر؟ وريني كده. ابدا ولا مره ولا حاجه. يلا يلا يلا. اصلك ما شربتش كتير.
كتير. حاضر. يلا يا ست علاش انت خايف؟ يلا 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 بالهنا والشفا بالهنا والشفا. الله. دواعج ومرة خالص. مر؟ اصل عندك برد يبقى كل حاجة طعمها متغير في بقك. معلش معلش. ده انا دايخة خالص. كده؟ انما تفيدي. ها؟ خدي بقى شوية دولة علشان تفوقي. يلا يا حلوة يلا. أمان. أنا عاوزة أفوق. فوقي فوقي فوقي. برافو 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 برافو. شفتي بقى؟ أمان ولا مرة ولا حاجة. أنا مش كده؟ هاتلي كمان منك. حاضر حاضر اتفضلي. بابا انه اخد 6000 جنيه من الخزنة وسافر على اوروبا. كمان؟ طب وباباك عمل ايه؟ بلغ النيابة عن السرقة وحكموا عليه بسنتين. حكموا عليه غيابي طبعا لانه سافر. وما عرفش نتيجة اجرامه؟ يا ريته ما عرف. ما عرفش مين قاله. وبعت لي الجواب ده من ايطاليا. ولو انت كمان يكتب لك. بس اقري شوفي كده في ايه. عزيزتي سمير، علمت أن والدك بلغ ضدي وصدر علي حكم بالحبس 2 سنين، وأنت لا ترضي أن يدخل والد ابنتي في السجن. سأحضر إلى مصر، وعليك أن تقنعي والدك بأن يشهد بأنني أخذت المبلغ لأحضر له بضاعة حتى أستطيع أن أعارض في الحكم ويحكم ببراءتي. فالتهمة ملفقة ليمنع زواجنا، وابنتنا خير دليل. المخلص دائما. أما ندى صحيح. وبعدين عملت ايه؟ وهعمل ايه؟ ما لقيتش حل غير اني اخبي البنت. اصله مش متاكد من وجودها. هو رجع من اوروبا؟ ايوه رجع، لاني لمحته من كام يوم وهو بيتبعني. عاوز يعرف انا مخبيه البنت فين. مش يمكن ربنا بعت لك مجدي عشان ينقذك من العذاب اللي انت فيه ده؟ ينقذني؟ ينقذني ازاي؟ ده زود عذابي. هو عرف حاجه؟ هو انا مجنونه اقول له؟ متهيألي مسكين هياخد صدمة كبيرة قوي لو عرف حقيقتي. حقيقتك؟ مالها حقيقتي؟ لازم تفهمي على كل شيء. إن ما كانش الراجل اللي بيحبك هو اللي يغتفر لك غلطة زي دي، مين هيغتفرها لك؟ أنت قبليه بكرة قولي له على كل حاجة. أنا خايفة يحتقرني أو يكرهني. أنا مش عاوزاه يكرهني. أنا ما يهمنيش أتجوزه ولا لأ، بس عاوزة رأيه فيا يفضل زي ما هو. والبنت، بنتي المسكينة ملهاش حد في الدنيا غير عمية، عمية المسكينة ما اقدرش احرمها من حنان اذا كان ربنا حرمها من نور الدنيا. ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ ومين قالك انك هتحرميها؟ مش يمكن مجد يكون احن عليها منك؟ تفتكري كده؟ ايوه. على كل حال روحي المعاد وفهمي كل حاجة. عندك حق، أنا لازم أفهمه كل حاجة، مش ممكن أخدعه أبدا. لا كده كويس أوي. اسمع بقى يا سيدي، أنا عاوزك تحضر لي إزازة شمبانيا، بس إيه؟ بطل، وتملاها لي عصير برتقال، تحطها لي في جردل بتوع شمبانيا لطيف أوي، ها؟ حاضر يعني. واسمع، تنبي على رئيس الاوركسترا عشان يضرب التانجو اللي انا طلبته بمجرد الست ما تيجي على طول، فاهم؟ حاضر.
معاد بالظبط. اتفضلي. الشمبانيا. مش معقول يا مجدي، انت عارف اني بكره الخمره واكره اللي يشربها. وهو معقول ان احب حاجه تكرهيها انت؟ عصير برتقال. في صحة سعادتنا. مفاجأة لطيفة قوي. دي المفاجأة رقم واحد. أما بقى المفاجأة رقم اتنين، لا مش دلوقتي، هقول لك وقتها. اسمع يا مجدي، عاوز أسألك معنى الحب في رأيك؟ أنا من رأيي إن الروح بتتوجد في الدنيا دي ناقصة، فتفضل تدور على الروح اللي تكملها، فإذا وجدتها فيبقى ده الحب الصحيح. يعني الروح في الحب هي الأهم مش الجسم؟ الجسم ده أرخص حاجة في الحب يا سامي. ما تتصورش أنت ريحتني قد إيه بكلامك ده. اسمع، افرض إني عاوز اقول لك حاجة. بعدين بعدين، قصدي المفاجأة التانية مش قادرة تستنى أكتر من كده. إيه ده؟ هتسمعك. طب هنا؟ وأروح لبابا أقول له إيه؟ مش ناخد رأيه الأول؟ عندك حق، أصل فرحتي بيكي نسيتني أهلي وأهلك. طب على الأقل نشوف مقاس واحد. لا يا مجدي، لو لبستها في إيدي عمري مش هقلعها أبدا إلا لما أموت. مجدي، أنا لسه بفكر في كلامك. إن الحب الصحيح هو حب الروح مش الجسم. عاوز أسألك سؤال، سؤال عام طبعا. افرض إن مين؟ إن سعاد. سعاد مين؟ سعاد اللي كانت معاك في القناطر وقعدت معاها في النادي. أنا عارف إنها هتقول إيه. أنا قعدت مع سعاد بس عشان اختبر حب، مش سعاد الانسانه اللي اقدر احبها. وليه؟ دي بنت لطيفه ومثقفه. ربما، لكن مستحيل اخلي واحده زي دي شريكه لحياتي ابدا. تصوري انها قعدت تحكي لي بمنتهى البساطه عن علاقاتها بالشبان اللي كانت بتحبه. وليه ما تحبهاش؟ احبها ازاي؟ بلاش انا، اي واحد غيري ازاي يحب واحده كانت في يوم من الايام ملك الواحد غيره؟ انت حاجة تانية غيرها يا سميحة. انت زهرة ما تفتحتش الا على ايدي انا بس. ايه ده؟ دي المفاجأة رقم ثلاثة. هنرقص سوا دلوقتي. انا طلبت منه يضرب الطنجة واللي بتحبي. طب اروح اسرح شعري. اتولدت منين يا فرح؟ افتكر من هنا. يا
تحب تولع. متشكر، نبقى خلصين. لا لسه، حد عارف. طيب كلي حاجة يا بنتي. أصل ماليش نفسي يا بابا، أنا عارفة مالها الأيام دي. إيه، في حاجة سميحة؟ لا أبداً مفيش حاجة يا بابا. بالشكل ده يضرب التليفون ولا حد شرط؟ يمكن يا عيشة يكون واحد اخرس. الله يجازيك يا زكية. بابا. نعم. عاوز اسافر العزبة اقعد كام يوم هناك، يمكن اعصابي تستريح. والله فكرة يا بنتي، انا كمان نفسي اروح اقعد شوية هناك، لكن الدكتور قال لي اني مش ممكن اسافر دلوقتي، صحتي ما تستحملش. ما تستني شوية ونسافر سوا. ايوه يا أب، عشان اكون انا روح لخدت الاجازه من المدرسه. ايوه خليك انت عايش، انا اللي هخليه ينطى. ايه القرف ده؟ كل ساعه والتاني خبط خبط خبط. يا اخي الو، ما تقلو يا الدلعاني، ما ترد يا اخويا. ضحكتي انت مين؟ اديني انا يا طنط. خدي يا بنتي دي قلبة مخ هي. الو 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 سميحة. أشرح لك حالي أو عزائي، فقد لا يهمك ذلك، ولكني أريد أن أعرفه منك. لما بنيت معي عش سعادتنا وتركتيني وحيدا؟ أريد أن أعرف السبب. هل رفضني والدك ونحن في أسعد لحظات حياتنا؟ هل أتقدم إليه لأطلب يدك؟ لا تكتبي لي شيئا سوى لا أو لا. عيشه اهلا عيشه، ازيك؟ تعالى اقعدي. ابله ناديه ادتني ده لحضرتك وبتقول انه من ابله سميحه. سميحه؟ وفين هي سميحه؟ سافرت العزبه. ليه سافرت؟ معرفش. طيب تعالى اجيب لك الزوزه ولا حاجه. متشكره، السواق اصلا مستنيني تحت. سعيد. سعيده عيشه.
عزيزي الأستاذ مجدي، عهدي في رجولتك أن تنسى كل شيء عنه، ولا تحاول الاتصال بي إلا إذا أردت أن تشقيني. أفضل أن أعيش الحياة التي كنت أحياها قبل أن أعرفك، وأرجوك ألا تحقد علي. سامح. وبعدين يا دكتور؟ ما تخافيش، الحمد لله أنه متنبه، وعدم الكلام ده شلل بسيط في اللسان. المهم الهدوء التام حواليه، وانه يتجنب اي انفعال. حاضر. وهاتي الدواء ده. وتشكرين يا دكتور. يا هانم، الهدوء التام ارجوك. حاضر. علي، وصل الدكتور بالعربية. حاضر. عبدو. فني يا استاذ. خذ هاتي الدواء ده من الأجزخانة حالا لغاية مكتب تلغراف لسميحة. حاضر يا هانم. أستاذ فريد موجود من فضلك. موجود يا فندم، بس عيان. عيان؟ أيوه، ما أنا عارف إنه عيان. أنا جاي علشان أزوره. قول له إبراهيم. اتفضل. اعفيني وحدك يا سعاد، انتي عارفه ظروفي. اوه، ما هو مش معقول يا سميحه انك ما تحضريش خطوبتي. طب ده انا اجلتها مخصوص لبعد الأربعين علشان خاطرك. طب احاول. انا ما كنتش انتظر ابدا انك تتجوزي اكرم. انا نفسي ما كنتش مصدقه. هو صحيح تخين، لكن عقله مش تخين ابدا. وقلبه طيب جدا، وعلى فكره مقلب زي حالاتي. طب ربنا يسعدك بقى. ميرسي قوي. في واحد عايز حضرتك. عاوزني انا؟ هو فين؟ دخلت اوضه الصالون. اسمه ايه؟ ما قاليش على اسمه، قال حضرتك تعرفيه. طب اعملي قهوه وانا جاي حالا. حاضر. معي. قهوه بن تقيل سكر خفيف. حاضر. طيب استاذن انا بقى يا ستي، لازم الاستاذ مجدي. ايش عرفي؟ ما هو قهوه بن تقيل وسكر خفيف. ربما، اصله لسه ما جاش لحد دلوقتي عايزين كده. طيب استاذن بقى انا يا مس. اسمعي، عارفه لو ما جيتيش في خطوبتي هاجلها علشان اقعدي كده كده. وظفي نفسك واحلمي. يلا اجري امور. طيب اوعى تسيبك، ما تجيش هزعل منك والله يا ميحه. ارجوك. اديني اوحش من كده كمان. ولك حق. اطلع بره. اصبري دقيقه واحده واسمعيني فيها، يمكن الدقيقه دي تكون سبب سعادتك طول العمر بدل ما تندمي. انا مش زي زمان يا سميحه، انا اتغيرت خالص. الفلوس ما بقتش تهمني ابدا. اوعي تفتكري ان انا جاي علشان ورثتي ثروه ابوكي. لا ابدا ابدا، انا جاي علشان اكفر عن غلطتي. عاوز ابرهن لك. اطلع بره بقولك. لازم تعرفي إن وفاة والدك ما تأثرش أبدا على الحكم اللي صادر علي. ما ينقذنيش غيرك. اكتبي لي إقرار إنك اتحاسبتي معايا، وإن مبلغ الـ6000 جنيه اللي بلغ عني والدك بسرقتهم
رجعتهم لي. لو كتبت كده ما هددكيش ابدا بالبنت ولا تشوفيش خلقتي بعد كده. معاك ورقه وقلم؟ تكتبي الاقرار علشان ما اشوفش وشك ابدا بعد كده. اذا البنت موجوده والا ما تشتريش سكوتي ب 6000 جنيه. وتفتكري يا هانم ابيع بنتي بمبلغ بسيط زي ده؟ طول عمرك نجل، ان ما خرجتش هخلي الخدامين يطردوك. وعلى ايه وعلى ايه ده كله؟ انا حتى مستعجل، خطيبتي مستنياني في التاكسي بره. اشوف وشك بخير يا هانم. هتندمي كتير، فكري شوية. سعيد اللي على فكرة ابقي سلميلي على الكاتب الكبير الأستاذ مجدي، اللي هو ما يعرفش حكاية البنت. ما أظنش. سعيدة يا هاني. تكلميه عن ايه؟
انت اتجننتي يا عيشة؟ لا مش قصدي. مش مجدي ابدا، صعبان عليا قوي يا عيشة، مش قادرة مش قادرة اشوفه ابدا كده. ابا مش كده، لعل الواحد احسن ياخد باله. استني عشان بلاش، سيب الكاس من فضلك. واحد ده واحد تاني دبل. انا قلت لا مجد، انا عاوز اكلمك. خليه بعد ما اكلمني، بس اسمع ما تديهوليش بره، فاهم؟ تعال تعال يا مجد. حرام حرام تعمل في نفسك كده. شوف شوف انت بقيت ازاي دلوقتي. ما تزوديش عذابي، انا كرهت حنيتك زي ما كرهت اسودي، فاهمة؟ حنانك ده اللي تقدري تشاركيه حياته. ما انا في نظرك احقر من اني اكون جوزك. مجد ما تقولش كده يا مجد، انت مش فاهمني، انا اللي ما استهلكش. ده اسعد يوم في حياتي، يوم ما تقبلني زوجتك. اقبلت زوجتي؟ انت زوجتي من النهارده، انا هعلنها على الموجودين كلهم. تعالي ما اسمعش اخواني اخواني، يسروني ان اعلن لكم نبا خطوبتي على الانسه سميحه، وكلكم معزومين على كتب الكتاب يوم الخميس اللي جاي. خياله أكتر ما بيعيش لنفسه، وحبه ليا زي تابلوه، صورة جميلة رسمها بخياله. لو قلت له أي حاجة هيبقى أتعس إنسان في الدنيا. طب وبعدين؟ مش عارفة، بعدين دي حسبها لربنا. أنت عارفة يا عيشة اللي محكوم عليه بالإعدام بيزعل في الأول، وبيحس انه اتعس انسان في الدنيا، لكن بعدين ربنا بيديله الصبر او استسلام، بيقضي بقيه ايامه في منتهى السعاده. وسعاده ايه دي يا اب اللي تيجي من العذاب او اليأس؟ زي الزهره اللي بتطلع من الطين، دي حكمه ربنا يا حبيبتي. انا مبسوطه قوي، ومش عايزة أحرم نفسي من الحلم الجميل اللي أنا عايشة فيه. سيبيني أقضي فيه كام يوم. اسمعي، كتب كتاب مفروض بكرة، والفرح زي ما أنتي عارفة لما الواحد يجهز. وضحنا النهاردة هنروح نتفرج على الموبيليات. أنا مش فاهمة حاجة أبدا يا قبل. ما تخافيش، توفيق أصله مش متأكد من وجود البنت، ومش عارف حتى هي فين. أنا سايبة مصير ربنا، هو الواحد وعارف قد ايه انا مظلومه. الله، سرير اطفال ده مش كده؟ ايوه يا فندم، ده احنا يظهر هنشتري منه بالجملة. الأستاذ يحب يكون له أطفال كتير. يا أستاذ
استاذ البيت اللي فيه اطفال مش ممكن ينقفل. بس بيعذبوا قوي يا استاذ. بالعكس، ده ربنا بيبعت الطفل ومعاه رحمته ورضاه. رحمته ورضاه؟ انت تفتكر كده يا مجدي؟ انت اصلك لسه ما جربتيش الامومه، بعدين هتعرفي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اختيار موفق الآية دي. في عندي آيات قرآنية وأحاديث شريفة في براويش شيك خالص هيعجبوك جدا يا أستاذ. فين هما؟ اتفضل. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. احنا عاوزين الآية دي. ده أول درس لأولادنا. وأنا عايزة الآية دي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب احنا عاوزين الآيات دي من فضلك. بس دي عينات، أقدر أعمل لكم زيهم النهارده إذا حبيتوا. طيب وهو كذلك. وادي العربون يا سيدي. دول كفاية؟ كفاية قوي. طيب كتر خيرك. أنا بكرة كاتب كتابي. تبعتهم لي على العنوان ده. وتشرب كوباية شربات. ربنا يتمم بخير إن شاء الله، ربنا يتمم بخير. مبروك يا بنت، مبروك يا ابني. متشكر يا عم. أنا نادرة إني أبوك. مبروك يا مجدي. مبروك يا سميح، ألف مبروك. لا بعد نزقوا شوية اتفضلي. عاد اسمك انت مبارك عقبال البكاري وبكاري البكاري واحد واثنين وثلاثة وستة وتسعة تسمحي ولا العريس كبير؟ لا عاد اسمك بقى. عاد اسمك انتوا بقى. انا عايز اقول خطبة. لا قبل الخطبة في حاجة مهمة. هدية لطيفة. الرقصة اللي وعدتني بيها؟ لا حاجة غير. طب نرقص. نرقص يا ابني. عايش. عاوزك انت، انا عاوز الاستاذ مجدي. هي سميح راحت فين؟ خرجت من الباب ده. يعني اتجوزت. انا كنت فاكر ان الكتاب لسه ما انكتبش. على اي حال في حاجه اسمها الطلاق. طلاق؟ طلاق ايه؟
لو تتصرفي بعقل كل شيء يتم من غير ما حد يعرف. انا هفهمه الموضوع، وهو طبعا ما يحبش الفضيحه لنفسه. والبنت تعيش زي كل الاولاد بين امها وابوها، يعني نتجوز. اتجوزك انت؟ انت ده الموت ارحمني من اللي انت بتقوله ده. مش كفايه انك خدعتني وانا لسه ما فهمش حاجه في الدنيا، وسقتني الخمره يا مجرم على انها دواء، ربنا ينتقم منك. الظاهر لابد من الفضيحه، انا مضطر. رايح فين؟ اعمل معروف، انا ما عملتش فيك حاجه، ما تحطمش حياتي وحياته. يا عيني على العواطف، اتمسكيني لما تتمكني. ويما طردتيني من البيت زي الكلب، كنت فاكره اني مش هلاقي البنت، وان كنت ما لقيتهاش كنت سلمتيني دلوقتي للبوليس، مش كده؟ بعيدي عنك. حرام عليك، اتقي ربنا، انت اللي ظالمني، انا ما عملتش فيك حاجه. بعيدي عني. توفيق، روح قول له كل حاجه. انا عارفه انك طمعان في ثروتي، لكن انا هحرمك من السلاح الدنيء اللي في ايدك ده، هحرمك من كل شيء. انا قلت من الاول ان مفيش حل غير اني انتحر. عملتيها؟ خليهم يقبضوا عليا جوه، انا مستعد اخرج من هنا مسكون، وانت بتطلعها ومتلطخه بالفضيحه. انت وحدك اللي بتحمل نتيجه اجرامك يا مؤمن. انا اللي جبت البوليس بعد عيشه ما فهمتنا على كل حاجه. فضل توفيق اللي بتدور عليه. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، صدق الله العظيم.